نحن خريجي 94 95 96 تقريبا، الأغلبية من خريجي 94. كان لنا فرصة أن نجتمع في إطار في البداية مجموعة واتسابية، وبعد ذلك تم تأسيس جمعية خريجي التاريخ والجغرافيا أفواج 94 95 96. كنا درنا الحفل الأول لتكريم تولة من الأساتذة، وهذا النسخة الثانية أو الدورة الثانية للتكريم. الباقي ديال الأساتذة مادة التاريخ والجغرافيا كثقافة الاعتراف بالجميل لهم. هذه مدة ما تشوفناش يعني جمع هم اللي في إطار الدورة الثانية أو المناسبة الثانية التي ينظمها خريجو كلية الأدب والعلوم الإنسانية جامعة النزور أكادير. فرصة أولى كانت السنة الفارطة، وهذه فرصة ثانية التي تجمع ما بين طلبة أفواج ثلاث اللي هما فوج 1994 وفوج 1995 ثم 96 اللي هما تخرجوا من شعبتي التاريخ والجغرافيا، وهم اليوم يتقلدون واحد مجموعة من المهام في عدة قطاعات، بل حتى منهم من في القطاع الحر له مقاولة أو يشتغلوا في مقاولات. هاد الالتفاتة هي تعبر عن واحد النوع من العرفان، واحد النوع من الاعتراف بالجميل الذي أسدى أساتذة هاتين الشعبتين لهؤلاء الرجالات اليوم مسؤولين إلى غير ذلك. وكذلك هي تعبر عن مدى تلك العلاقة التي تجمع أو ما زالت تجمع ما بين خريجين الذين تخرجوا من المؤسسة لما يناهز 30 سنة، وما زالت هذه العلاقة وطيدة أولا مع المؤسسة وكذلك مع أساتذة الذين تخرجوا على أيديهم. بالإضافة إلى هذا أن كان هنالك التفاتة كذلك للعمداء الثلاث لهذه المؤسسة اللي هما سي حسن الحليمة العميد المؤسس، ثم العميد السابق سي أحمد صابر، ولي شخصيا العميد الحالي. إذن هذه مناسبة لنشكرهم ولنرد لهم كذلك من جهتنا الجميل والاعتراف على هذه المبادرة الطيبة التي يكرم من خلالها تقريبا كل أساتذة لشعبتي التاريخ والجغرافيا وكذلك لمسؤولي وإداري المؤسسة. غصديقا يوس بهر يفولكين مقرن إيقا يوس لح تنكر الجمعية تمسمونت الأساتذة التاريخ الجغرافيا كلية الأداب جامعة النزور أتذكر تيسم غورين الأساتذة اللي تنصغرانين ولا العمداء ولا الإداريين تدي بهري فولكين أشكو يدلوس معها ما حد يترين ولي فاغنين حل جامعة عفتون خدم سموس قواس مراويس قواس عشرين نوس قواس تسلورين الدكتين غوليت نصغرانين ولا غوليت نأطرنين حل إدارة المؤسسة. أنا فاتني حي الجمعيات الأساتذة الجغرافية التاريخ كلية الأداب فاتني تنمرت بهري الغان نشكو سكنية تدي يفولكين اللي في دردسني اعترف التاريخ درد رقي الزرن ويضنين نموذج ونشكال السلامين. نحن الآن بصدد الاحتفاء بأساتذتنا الأجلاء قيدومي جامعة بن زهر وأساتذة بن زهر، خاصة أولئك النخبة الذين يعني أدوا دورهم في أحسن وجه وربونا، ونحن لازلنا يعني تلاميذ في تلك الفترة في التسعينيات كنا طلبة، والآن نحن فخورين وفرحين جدا بالاحتفاء بهذه الشلة من الأطر والحمد لله. وهذه النسخة الثانية التي نحتفل بها رغم يعني المدة القصيرة التي أنشئت فيها الجمعية، ولكن الحمد لله برامجها متعددة وتعمل لحد الساعة بنشاط. الحمد لله قمنا بمجموعة من الاتفاقيات، نحن بصدد يعني بصدد يعني التعريف اولا بالمجال الجغرافي لجامعه بن زهر سواء على المستوى الوطني او الدولي كذلك، لان
تعتزم الجمعية إبراء مجموعة ديال الاتفاقيات مع جمعيات دولية كذلك، كما أنه هذه السنة الحامدة نتمنى أن يرثها يعني أحفادنا، ونتمنى أن تكون يعني سنة حسنة. كريم جاء بعد نجاح والدور الباهر الذي لقيته السلسلة الأولى التي تم فيها تكريم 18 أستاذ جامعي وأستاذة جامعية. ومن حسنات هذا اللقاء أولا صلة الرحم، ثم رد الدين للأساتذة الذين درسوا فينا حب العلم. ومن الآن كما قلت هناك تكريمات دأبت الجمعية على هذه السنة كل سنة إن شاء الله، أولا لصلة الرحم، ثانيا لأن كل فالذين يعترفون بالجميل تكريسا لثقافة الاعتراف. نحن اليوم نتواجد بمدينة أكادير بالضبط قاعة الهدى في الاحتفال بهذه النسخة الدورة. غيكليزني خرى تكرم العمادة الجامعة الأساتذة اللي خصغرانين، ثم باشا أسندر إميك الجميل غمنا قراد الجمعية درسية البرنامج. أولا برنامج إيقا سنة تكريمات تقريبا راني كنت 40 تكريم في ظرف سنة. الجمعية الله الجمعية درس غكة السنة، ولكن الحمد لله تشتغل دائما عبر منصة الإلكترونية زوم أو ميت لتقريب الوجهات سواء اللي تخرج من أرض الوطن وخارجه باش تيلي اللحظة إن شاء الله تقامنوا قول لي كان سنوي. أنا كنت سيمغور قمت نغسل حسين بكريم ولا الطاقم نبض المجتمع واللي حاضر إن شاء الله باش تواكبن لقاء يا أياد. مرحبا بكم بارد أنخ البرنامج قيس التكريم التكريمية للشركاء اللي دعمني النشاطات، ثم تكريم الأساتذة الجامعيين، ثم تكريم العمدة، ثم تكريم لدار التخصص بطبيعة الحال، ثم تكريم بعض الفعاليات الثقافية، ثم يمكن أن تلين تكريمات أخرى. ننتظر تقريبا هذه اللحظة بشغفين معكم أستاذ محمد مدح عضو جمعية خريجي شعبة التاريخ والجغرافيا سنة 1994. إذا مرحبا بكم بارا غدرنا أكني صرح ربي.